فضيلة الشيخ، ما رأيك في البنوك الذي يضعها الفلوس إيداعا، وما البنك اللي تنصح فيه يا شيخ؟ وما إيش؟ البنك الذي يضع فيه فلوس. أما وضع الدراهم في البنوك فلا أرى أن توضع إلا للحاجة، مثل أن يخاف الإنسان على الدراهم في بيته فيضعها في هذه البنوك بالحاجة إلى ذلك. وأقول إنه يجوز وضعها في البنوك للحاجة، لأن البنوك ليست ربا 100%، إذ أن لها معاملات كثيرة طيبة ليست حراما. وإلا لو كانت معاملتها ربا 100% لقلنا لو تحترق فلوسك لا تضعها عندهم، لأنك تكون مشاركة لهم في الربا. وعلى هذا فنقول إن دعت الحاجة إلى وضع البنوك إلى وضع دراهمك في البنوك، فإن كانت البنوك لا تتعامل إلا بالربا فلا تضعها فيها أبدا، لو تحترق الفلوس أو تحفر لها حفرة تجعلها فيها فلا تضعها في البنوك. وأما إذا كانت تعمل بشيء مباح وشيء حرام فلا بأس أن تضع الفلوس عندها للحاجة. وأما أي البنوك أحسن فأنا لا أعرف أي البنوك أحسن وأكثر معاملة في الربا، لكن يقال أن شركة الراجحي هي أسلم من غيرها في التعامل في الربا. نعم.